نفسي ان انت تاخد بطولة كاس، نفسي ان انت تبقى موجود في الخمسة او الستة الاوائل. طبعا دي مش هتيجي مش من سنة. بفكر وعندي طموح ان يبقى في، عارف، زي مشروع ليستر سيتي، ليه لا؟ طبعا استفدت كتير جدا، يعني راجل فعلا معلم، راجل فعلا تاخد منه وعايز يعلمك وعايز يديك معلومات كتير، وانا كنت حابب ده قوي فيه، ما كنتش متخيل ان هو كده، عارف، مش بخيل. يعني سيميوني خدت منه ازاي ان هو بيعرف يدافع بقوه ازاي، وراجل شرس ازاي. يعني مفيش مدير فني يبقى طيب، انت بتتعامل مع 30 اسد في الملعب، لعيبه كلها جامده ولعيبه اسماء ولعيبه تقيله ولعيبه عندها خبرات ولعيبه صغيره، فانت ما فيش مدير فني يبقى طيب، ده تبقى حاجه مش 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 صحيه. اتعلمت ان هو عنده فكره، حتى سالت سؤال قلت له انت يعني ما بتلعبش كوره ليه زي برشلونه؟ قال لي ان مفيش غير برشلونه واحده انا، فلازم اكون مميز في حاجه ثانيه، مش هينفع ان انا اقلد برشلونه. ففعلا هو راجل ازاي بيفكر ان انا ازاي انا دافع جامد قوي، فكره ان انا دافع طول ما انا بدافع جامد قوي ان انا اكسب في اي وقت. كل يوم بحس ان في جديد، انا لو وان شاء الله باذن الله في معايشه ثانيه باذن الله لازم هطلعها برده بامر الله. فده مهم ان انت على طول تبقى انت يعني كل يوم عندك مزيد من المعلومات. يعني انا مش عايز اخش في الحته دي، لكن انا راجل، هو عيب ان انا ابقى طموح، ان انا عندي طموح، ده عكس ده المفروض الناس تبقى مبسوطه من ده، ان حد يبقى عندك حد في مصر عنده طموح وعنده رغبه وعنده عايز يبقى كويس وعايز يبقى يمسك منتخب مصر. وبعدين انا معايا جهاز كبير، بمشي بجهاز، مش يعني كمان انت مسؤول عن جهاز كبير موجود معاك، محلل اداء ومدرب عام ومعايا دكتور، معاك جهاز، هو ده السيستم اللي انت شغال زي بره في اوروبا. ليه مش عيب؟ ليه اللي انت تقدم، انت عايز تبقى ناجح؟ ما ينفعش انت ناس متعلمه كويس وناس بقت عندها خبرات كويسه وناس بتنزل الملعب، انا عارف النهارده اليوم البدني بعمل فيه ايه، ناس نازله النهارده عارف اليوم الفني بعمل فيه ايه، ناس عارفه يوم الاستشفاء بنشتغل ازاي، ايه الاستشفاء بتاعتنا. فخلاص بقت حاجه خلاص فاهمين بعض، مجرد ما بص له خلاص فاهمه. فانت ما تفرضش على حد حاجه، يعني حتى انا بقول كده حتى لجهاز المنتخب، خلي كل مدرب يجي يجيب الجهاز بتاعه. اهم حاجه تبقى انت متعلم كويس، التعليم الكويس ممكن يعدي اي حد خبره، لو انا متعلم كويس قوي ودايما تفهم وتعرف ان كل يوم فيه جديد، تعدي واحد ممكن يبقى واحد مثلا واقف عند واحد سنه كبير وما بيطورش من نفسه. فانت مهم ان انت على طول تكون بتطور من نفسك، يعني دايما بقول كلمه ما بحبش حد يشتغل اكتر مني، بحب دايما الشغل، بحب دايما انا على طول بشتغل واعمل محاضراتي واشوف ايه الجديد واخش وادور واجيب كل حاجه جديده بحبها، وبصرف على شغلي جامد جدا. دايما مهم ان انت تبقى قدام اللعيبه دايما ابديت، مهم ان انت دايما قدام اللعيبه تبقى انت جاهز، ما ينفعش انت تبقى تطلب من اللعيب ان هو عايزه يدي 100% او ان هو عايزه يبقى جاهز على طول، وانت نفسك كراجل مسؤول او راجل كراجل مدير فني، اسم مدير فني بتدير، ما ينفعش انك انت ما تبقاش جاهز. انا يمكن اول سنه كانت بالنسبه للاسيوطي وكل مصر كلها قالت ان الاسيوطي نازله درجه ثانيه، والناس كانت كلها بتتريق، والناس كلها كانت والاسيوطي وتعالى مش عارف ايه وهتجيبك من الدرجه الثانيه، كل الكلام اتقال عليا، ما فكرتش غير ان انا بشتغل بس. السنه الثانيه وانا في سنه ثانيه في سموحه، جالي الحمد لله جالي عروض كتيره جدا في مصر وبره مصر، اخترت ان انا اكون في نادي سموحه، نادي محترم مع المهندس فرج عامر، ورحت هناك ولعبت الحمد لله، يمكن كنت ماشي طول الوقت الحمد لله لحد ما كنت موجود كنت ماشي ثالث الدوري. تجربه جديده وفرقه بتنزل كانت مهدده، والناس برضو قالوا على فرقه انبيليا بتنزل وبتاع، وناس كتيره قالوا لي ما تروحش والفرقه بتنزل، وكان حتى رئيس النادي كان بيقول لي بصراحه لما جينا نعرض عليك العرض ده احنا قلنا انت مش هتوافق. فقلت له انا بحب ان انا احارب، بحب ان انا ابقى بقاتل، وبحب ان انا يبقى عندي قلب واشتغل وابقى في طموح جديد وتجربه جديده، حته ان انت الخبره ممكن تعديها بالشغل. يعني درس قوي جدا، كانت ظروف استثنائيه، كانت صعبه جدا. انت عارف الدوري السنه اللي فاتت، انا بقول الدوري كان صعب جدا، مشكله انك انت ما تبقاش جاي، يعني اصعب حاجه انت تبقى جاي على فرقه ما تبقاش عامل معاها فتره اعداد وما تبقاش عامل معاها بادئ معاها، لكن بقول الحمد لله احنا كان جايين لهدف ان الفرقه تقعد، والحمد لله قدرنا نوصل للهدف بتاعنا، الفرقه قعدت بشكل محترم. انا بقول الدوري اللي جاي الاصعب، الاصعب في الـ في الـ في اللي فات كله من تاريخ الكوره، لان السنه اللي فاتت الناس كلها اتعلمت، كل سنه الناس بتتعلم اكتر، فالحرص بقى اكتر، فالصعوبه بتزداد. فانا شايف الدوري هيبقى صعب جدا، لكن الدوري هيبقى محسوم طبعا بين
الامكانيات الاعلى اللي صارفين فلوس كتير. بص الميزانيه بتاعت الاهلي كام، بص ميزانيه الزمالك كام، بص بيراميدز كام. نادي الزمالك نادي كبير وشرف لاي حد فعلا هو يمرن نادي الزمالك، وعندهم لعيبه دلوقتي عاملين فرقه محترمه وفرقه كبيره. بس انا دايما بقول كلمه، الاولى كل واحد اولى بيته الاول، يعني فاهم ان انت اللي اشتغلت والعلم اللي عندك ده كله. طبعا مش عيب ان انت تشتغل في نادي الزمالك، وشرف زي ما بقول لك شرف، لكن العلم اللي انا اتعلمته بيتي اولى بيه الاول. يعني المفروض اللي انا افكر فيه نفس بيتي الاول، اللي انا ان هو يستفيد بده الاول.